تحية مجددة. بداية نشرتنا الليلة من ساحة الحكومة بالقصبة لشهد حراك احتجاجي للجبهة الشعبية للمطالبة باستقالة حكومة العريض. الحضور المتقلص للمشاركين ممنعش الجبهة من التنديد، ما اعتبرته انقلابات متكررة لحركة النهضة على خريطة الطريق اللي أقرتها المنظمات الراعية للحوار الوطني، خاصة بعد مرور 4 أسابيع على إعلانها ونهاية المسارين التأسيسي والانتخابي حسب الرزنامة الموضوعة. متابع الحسام المشي. بعد أخذ ورد وتضارب الأخبار عن إمكانية تنفيذ الجبهة الشعبية لوقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة، تمسكت الجبهة الشعبية بموقفها ونفذت الوقفة اللي تزامنت مع مرور 4 أسابيع عن الإعلان عن بداية خريطة الطريق اللي اقترحتها المنظمات الراعية للحوار، وعدم التوصل بعد كل هذه الفترة إلى التوافق حول الشخصية اللي باش تنوب رئيس الحكومة المتخلي علي العريض، حيث طالب أنصار الجبهة وقياداتها باستقالة الحكومة. يقول واحد مستعدين لكن الحوار، هم ناس ضد الحوار، هذوم يكذبوا على الشعب وكذبوا على الشعب حتى من الحملة الانتخابية. اليوم هم يكذب، اليوم اتعرّوا وتورطوا في الاغتيالات، اتورطوا في الذبح أولادنا في الجيش والشرطة، كذبوا على الناس والآن دخلوا في عملية خطيرة ألا وهي الميزانية. حتى إذا كان فما نية للتخلي عن الحكومة راهي مش تكون بعد أن يورطوا هذه البلاد في أزمة جديدة، في عامل من عوامل الفشل، عامل من عوامل الاحتقان، وهو ما ورد في ميزانية 2014 اللي للأسف مش تكون كارثية، اللي مش تسحق أغلب فئات الشعب، اللي مش تقضي على طبقة كنا نتصور أن طبقة متوسطة. لابد من الانتباه والتنبه إلى هذا الأمر، ولابد أن الشعب يتحمل مسؤوليته، ولابد أن القوى السياسية في البلاد توقف الحكومة على مسؤولياتها، خاصة وأن وضع البلاد وصل إلى حالة من التدهور والانهيار اللي ما عادش يسمح بهالاستمرار الحالة هذه. ورغم حالة الغضب اللي سيطرت على أنصار الجبهة الشعبية، فإن الحضور لم يكن في مستوى التطلعات، وهما فسروا جيلان الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال بأنه راجع للخطة الحاصلة على مستوى منح الرخصة من عدمه من قبل وزارة الداخلية. دعوة صارت من الجبهة الشعبية وصارت في آخر وقت، من جهة ثانية الاضطراب اللي دخل بقرار وزارة الداخلية في البداية عدم الموافقة على الوقفة ثم الموافقة عليها في آخر وقت أمس العشية، هذا خلق شوية اضطراب فضلا على أنه التوقيت، إلى جانب أنه بطبيعة الحال هذه ما هي إلا وقفة رمزية بمعناها وبداية لمسار من النشاط. هذا وأكدت قيادات الجبهة الشعبية أن التحرك الشعبي هو الحل بعد استنفاذ كل الطرق المقترحة، وأوضحوا أن التحرك لن يعطل الحوار الوطني اللي فشل بطبعه حسب رأيهم. الحوار متعطل والحوار يتآمر عليه من جهات متعددة وتحديدا من الترويكا بقيادة حركة النهضة. إذن ما ثماش ثنية أخرى لإنجاح الحوار إلا أن التونسيين والتونسيات يفرضوا عليهم بالتحرك الجماهيري المدني الواسع نجاح هذا الحوار. تحرك جديد للجبهة الشعبية ترى عديد الأطراف أنه باش يكون مثابة نقطة البداية لعديد التحركات الأخرى لإعلان التصعيد والضغط على الحكومة حتى تستقيل.